يسأل عن الجمع الصوري، ما الأهل الصور صار الجمع الصوري هذا؟ الجمع الصوري وردت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا سحاب ولا مطر، هذه رواية. ووردت روايات أخرى بيان وقت الصلاة بأنه كان كذا، وكان في حديث تعليم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقت في الحضر هذا، لأن من غير سفر قال، ولا سحاب ولا مطر. وردت هذه الرواية جمع، وردت روايات أخرى زين في التعليم بأن ما كان يصلي كل صلاة في وقتها. هنا نقول هل هي حادثتان أو حادثة واحدة؟ هنا حادثتان، هذه صحيحة وهذه صحيحة، فكيف يجمع بين الأمرين؟ بعضهم من وجوه الجمع، بعضهم قال هذا جمع صوري. إيش جمع صوري؟ يعني ليس جمعا حقيقيا وإنما هو صورة جمع. كيف صورة جمع؟ أخر الظهر إلى آخر وقتها، لأن من ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، ومن ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء. قالوا أخر الظهر إلى آخر وقتها فصلى الظهر ثم دخل وقت العصر فصلى العصر، فظهر كأنه بصورة جمع. هذا من يقول بالجمع الصوري. نعم، انت سألت عن سؤال آخر، هذا ما عرف انت تجمع عن سؤال. هناك تأويل آخر، رواية موجود تأويل آخر، بعضهم يقول هذا زين الجمع حقيقي، هذا الجمع حقيقي ليس صورة. الجواز معناه يأتي على القائلين بالجمع الحقيقي. بعضهم يقول هذا جمع حقيقي، ما ورد فيه أخر الظهر إلى آخر وقتها، ورد فيه صلى الظهر ما فالأصل. قالوا على هذا، قالوا هذا جمع، ويمكن أن يجمع في وقت الظهر أو وقت العصر، يعني يستمر الجمع من وقت الظهر وينتهي بوقت العصر، في أي وقت بين هذين له أن يصلي، بداية الظهر في العصر ما في سفر، لكن قالوا حملوه على الحاجة الداعية. ما معنى الإنسان يجمع؟ ليش؟ لأن أغلب وقتنا، أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة لم يجمع، فجمعا بين الحديثين قالوا في وقت الحاجة. لذلك في بعض الروايات قال، في رواية ابن عباس هذه الرواية قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. إيش معناه؟ يمكن هناك الجمع، مثل الإنسان مصاحب للمريض في مستشفى ليس مكان سفر، ما يستطيع يجعل، ما إيش يدع المريض وحده، وقت الظهر ينتهي، ماذا يفعل؟ يمكن أن يجمع يؤخر الظهر إلى العصر ويجمعها مع العصر، لكن هنا إيش؟ تمام، ليس سفر، يعني ما يقصر. فيمكن أن يجمع على القائلين بهذا، لكن إيش؟ في وقت الحاجة، ويكون إيش؟ بأيضا صلاة 4 ركعات، ما يصلي ركعتين. هذا والله أعلم. ما جمع صوري، هو جمع حقيقي. إذا أردت أن تعمل بفوق الجمع حقيقيا وليس ماشي سنن، لا في الحقيقي ولا في الصوري، لأن ما ورد صلى سنن. أيه.